السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل بقصة جديدة واللايك. شكرا لكم. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، انا بنت مغربية بحالي بحال جميع البنات المغربيات اللي كبروا وسط عائلاتهم. جيت غنشارككم القصة ديالي. انا واحد الانسانة اللي تعرضت لعملية ديال النصب واللي دمرت لها حياتها الزوجية. بغيت نشارك معكم القصة ديالي باش تعتبروا وتستافدوا من التجربة ديالي الشخصية. واخا حنايا المغاربة ملي كنسمعوا شي قصة ولا شي حد هكا اللي كيبغي يفيدنا شي تجربة ديالو ولا هذا، راه ما كنعتبروش بها وكنبغيو حتى كنجربوا عادة كنستافدوا، ولكن شي مرات راه كتكون تجارب كتكون شوية صعيبة. يعني من الأحسن لنا أننا نستافدوا من التجارب ديال الناس الآخرين عوض أننا نخوضها بنفسنا. أنا سميتي فدوى، عشت وسط عائلة متوسطة الدخل وسط خوتي وأخواتاتي. كنت واحد البنت اللي درويشة، كنت ظريفة، كنت مهدنة ومؤدبة، من نوع ديال الوليدات اللي ما كيكونش كيدير القباحة والبسالة بزاف، وكنت عزيزة على الوالدين ديالي. كنت أنا الوسطانية في خوتي، بقيت كنقرا، كنت مجتهدة في القراية، كانوا الأساتذة ديالي كيبغيوني لأني كنت مؤدبة، كنت أنا هي ديك البنيتة اللي كتكون شادة ورقة الغياب، هي ديك البنيتة اللي كتكون كتسخر من القسم الإدارة، يعني كنت محبوبة عند الناس جميع، لا الأساتذة ديالي ولا العائلة ديالي حتى هما. بقيت كنقرا الحمد لله حتى وصلت للباك، خديت الباك بمونسيون لاني كنت كنقرا مزيان، لاني كنت كنخاف، كان في واحد الخوف شديد من اني نسقط اولا اللي ما نجيبش نقطه مزيانه. كنخاف من بابا اللي خاصم عليا، كنخاف من ديك الشوفه ديال ماما، وهذاك الشيء اللي كان كيدفعني لاني نقرا واني نجيب نقط اللي هي ممتازه. ملي قريت خديت الباك ديالي كنقول الحمد لله، داروا لي دار الله واحد الحفله، احتفلوا بهذيك البكالوريا ملي خديتها، ولان النقطه اللي جبتها كانت نقطه اللي زوينه بزاف اللي كانوا راضيين عليا بها. من بعد اختاريت اني ندير لافاك، درت لافاك، بقيت كنمشي وكنجي كنقرا. كان عندي واحد الهدف اني نكمل القرايه ديالي ونوصل لاكبر مستوى ممكن اني نوصل ليه، والحمد لله قريت حتى خديت الماستر، وكان بالنسبه ليا واحد الحلم اللي تحقق. كانوا في هذا الوقت هذه كانوا كيجيو فيا الخطاب، ولكن صراحه ما كنتش كنبغي، حتى الوالد ديالي كان كيرفض لانه كيشوف فيا هذاك الطموح وديك الرغبه في اني نوصل واني نقرا. كان كيعاونني كيقول لهم لا بنتي باغا تقرا، واخا ماما العكس ديالو، ماما كانت كتقول لي غير تزوجي، الزواج راه ستر للبنت، كانت كتخاف عليا بحالها بحال جميع الامهات المغربيات. وانا بحدي انا كنزيد كنقرا وانا الطموح ديالي كيكبر، كنتمنى اني كل شي حاجه اللي هي مهمه في المستقبل. ملي خديت الماستر ديك الوقت بديت كنفكر اشنو غادي ندير، شنو الاهداف ديالي من بعد. كان بالصدفه ديك الساعه كان واحد الكونكور ديال التعليم، دفعت ليه وبالدعوات ديال الوالدين ورضا ديالهم تقبلت في الكتابي، وعاود نجحت فيه من بعد والحمد لله تقبلت اني ندخل التعليم. واخا اختاريت الطريق اللي هي طويله نوعا ما، ولكن كنت فرحانه. اختاريت التعليم على اني مثلا ندخل ندفع مثلا شركات او ندفع شي بلاصه اللي ممكن اني نخدم فيها، فاختاريت التعليم، كان الحلم ديالي هو التعليم. التدريس كان بالنسبه لي شي حاجه اللي زوينه، واحد المهنه اللي هي مقدسه، وكيعطي الانسان واحد الهيبه، كيعطيه واحد الوقار، كيقوي من الشخصيه ديالو، وفي نفس الوقت راه فيه واحد الراحه نفسيه. هذا كان بالنسبه لي انا هو الحلم ديالي في ديك الوقت. هذيك لحد الساعه انا ما كنتش كنتعرف على الاولاد، كنت كنخاف لا خويا او لا بابا يشوفني شي مره مع شي ولد. واخا ما نقولش لكم بان طيله هذه المده ما كان كيعجبني حتى حد، ما يمكنش، لان ملي بداتني المراهقه تقريبا في 14 سنه كانوا بداو كيعجبوني الولاد اللي كيقراو اللي كانوا كبار مني، كانوا كيعجبوني، ولكن هذاك الاعجاب كان كيبقى في عقلي وفي قلبي، ما كنتش كنخرجو، عمري ما كنصرح به ولا كنلمح به لشي واحد. في هذاك الوقت هذاك اللي انا كنت بديت فيه تجربه ديال الخدمه، بحال كنا بدينا ستاج ديالنا، بدينا التدريب. ديك الوقت جا خطبني واحد السيد كان معرفه ديال الوالد ديالي، صراحه انا ملي شفته يعني عجبني، وكان بيناتنا واحد الاعجاب اللي هو متبادل، وبقيت واحد المده كنخرج انا وياه، يعني كتعارف وهذا عجبني،
عجبته وحسيت بالشخصيه ديالو قريبه مني، حتى هو نفس الشيء. من بعد فدرنا واحد الخطبه اللي هي رسميه، من بعدها تقريبا واحد الشهرين درنا العقد ضريب الصداق ومشيت لدارو. هو كان غير كاري في ديك الوقيته. المهم هو خدام على ديك الساعه ثاني بديت الخدمه وبدات حياتي الزوجيه بواحد الشكل اللي هو مختلف. انا كنخدم هو كيخدم، وكان تعاونو وتفاهمنا على كل شيء تفاصيل ديال حياتنا. تفاهمنا اننا نبداو نوفروا شويه على اساس اننا نشري واحد الدويره. يعني هو خدام مزيان وحتى انا الحمد لله كنت خدامه مزيانه. صافي حياتنا عاديه بحال اي زوجين كيبداو حياتهم الزوجيه. كتكون الحياه الزوجيه في الاول زوينه، كيكون الزوجين كيتصبغيو ويتفاداو المشاكل كيتفاداو الصداعات. انا التفكير ديالي شويه مدبر، كنت كان ديك المراه المدبره الحكيمه في المصاريف ديالها، وكنحاول اني نشيط وكنخزن. واخا كيعطيني داك الشيء بالزيت، المهم كنخزن على اساس يعني نقدروا نجمعوا في اقرب وقت باش نشريو الدار ديالنا، وباش نقدروا حتى انا لاني كتعدي واحد الرغبه اني نشري الطوموبيل ما كانش عندي ديك الوقت. المهم كنوفر كنخزن على اساس يعني هذا الشيء غادي نقدروا نديروه في اقرب وقت. نهار وريت الراجل شحال جامعه يعني تصدم، كنت كنجمع غير في الدار، كنحط عادي في الدار ما كنتش كنخلي داك الشيء في لابونك. المهم جامعه حتى جمعت 6 مليون وريتها ليه، يعني استغرب وفرح في نفس الوقت. دوك الفليسات خازناهم على اساس قلت ليه دابا نقدروا نقلبوا على شي ابارتمون اللي تكون مزيانه وغادي نكملوا المصاريف الاخرين. اكيد غنشوف كيفاش غادي نديروا، اما غادي ندفعوا في النوال ونتبعوا لابون كل. المهم انا عندي داك القدر ديال الفلوس، يعني بغيت نوريهم ليه باش يكون واحد الحافز لي انه يعاونني ونجمعوا ريوسنا شويه في الماديات. دازت شي ايامات، انا غدا خارج البلاصه اللي حنا ساكنين فيها، واحد الحي اللي هو حي باقي جديد ما عمرهاش فيه الدنيا بزاف. انا يلا جيت هكا دخلت للدار من الخدمه وغدا خارجه، غدا غير لهري بغا نقضي شي حاجه، غدا خارجه هكاك لابسه جلابه وخارجه، حتى كتوقفني واحد المراه اللي كبيره فلاش، تقريبا تكون عندها فوق الخمسينات، مراه كبيره لابسه جلابه دايره زيفها، حتى كتوقفني عفاك بنيتي تسولك الله يرضي عليك. وقفت قلت لها نعم لا لا، احتراما اللي هذيك المراه قدها قد مع باس قريبا فلاش، يعني وقفت احترمتها. وقفت قلت لها نعم لا لا، وهي تقول لي عافاك بنيتي الله يرضي عليك، وريني فين كاينه كاين المارشي، راه بغيت ناخد شي حاجه. وراني تلفت ما بقيت عرفت وين غادي ندوز ليه باش نخرج ليه. يلا هكا تلفت لجهه المارشي وكنعهد ليها هانتي لا لا غادي تدوزي من هنايا، وكنعهد ليها شويه وانا نقول حشومه المراه كبيره وهذا غادي تلف، وانا نقول لها انت اجي انا نزيد معك واحد شويه حتى نتقابلوا مع الزنقه اللي غديك نيشان ونعهد لك باش تجيك سهله يعني باش ما تلفيش. قالت يا واخا الله يرضي عليك. غدا انا وياها في واحد الطواله يلا غادي ندور باش نوريها الزنقه اللي غدوز منها، حتى كتوقف علينا واحد السيده واحده اخرى. تسلمت على ديك المراه سلام السلام، انا واقفه معاها سلمت عليا حتى انا كنتسنى اشنو، حتى هذيك المراه حطتها كيدي على كتفي هكا. انا كنستغرب كنشوف فيها راه حطات يدي على كتفي كتهضر معايا، حتى شويه انا في ديك اللحظات هي كتهضر معايا وكتحفزني هكا باش نشوف لها في وجهها. حتى زيت عيني كنشوف فيها مباشره وهي تقول لي سميتك فدوى ياك، قلت لها اه، وكنستغرب زعما انها عرفت سميتي. اش كيقول يا راسي رايك ما الام ديال شي تلميذه عندي، ياك ما معرفه ديال شي حد هكا اللي كيعرفني. ومازال كنشوف فيها وهي تقول لي انت في الاسره ديال التعليم، قلت لها ايه، وكنتسنى مازال. وانا وهي كتشوف فيا بواحد الشكل ديك النظره غريبه، ديك النظره بحال كتخترقك، وهي تقول لي شوفي، ويديها بقى حاطه على كتفي والسيده الاخرى بقى واقفه اللي انا غدا معاها على اساس نعت لها. كتهضر معايا كتهضر واحد اللحظه بحال غمس على الوعي، مبقيتش عارفه شنو كتقول. كتبان لي ديك الهضره كتمشي وكتجي، وهي تقول لي عندك اللي عقلت عليه زعما من دوك التفاصيل انها كتسولني واش عندي الفلوس في الدار هكا بلا ما نشعر. انا حتى كنقول لها اه عندي في الدار، وهي تقول لي ومازال عندك شي حاجه اخرى من غير الفلوس، عندك الذهب؟ قلت لها اه، وهي تقول لي شوفي غتلفسي دابا وغتما غادا غادي تمشي نيشان للدار، ما تهضري مع حد مع حتى شي حد، ما تلفتي لا اليمين لا اليسار، غتمشي غتهبطي تجيبي الذهب ديالك والفلوس ديالك وغتجي عندي لهنا دابا انا كنتسناك. قلت لها واخا، زيت راسي ومشيت بحال شي وحده اللي بنجه بحال دارت ليا التنويم مغناطيسي. غادا طلعت بالزربه، غادا كنزرب حاسه براسي راني غاده
كنزرب، ولكن العقل ديالي فينا هو غايب، ما كاينش. بحال العقل ديالي شداتو في يديها، بحال هزه شي تيليكوموند وكتحكم فيا. دخلت بالزربه للدار لدرجه ان ديك البواطه اللي دايره فيها البراسليات ديالي وواحد السنسله وهداك، هزيت كل شيء، ما خليت حتى شي حاجه. طوانك هكا واحد واحد دبنيش كانت عاطيه ليا امي ديال جداتي، حتى هو هزيتو، طوانكات صغار، طوانك هكا كبار، براسليات، كل شيء. ودس الجهه اللي جامعه فيها الفليسات ديالي، دايرهم في واحد الزويف ومكمداهم وفي واحد الساشي، وعاد خزناهم تحت حوايجي، حتى هما هزيتهم. جمعت كل شيء في واحد الصويك صغير وجي هابطه كنزرب. اشنو كنزرب باش نوصل عندها دغيا؟ شي حاجه كتجرني لعندها، خصني دغيا نمشي عندها. هادشي اللي كيقول لي راسي في ديك اللحظه. ما كنفكر في حتى شي حاجه، لا علاش غدا بدوك الفلوس، لا هذيك اللي غدا ليها بدوك الفلوس وداك الذهب، علاش؟ والو نهائيا. المخ خاوي بديك اللحظه، المخ ديالي بديك اللحظه خاوي، ما كيفكرش، ما خدامش. حتى وصلت عند اللي عقلت اني وصلت لقدامها بديك السرعه، مشيت بالزربه ورجعت بالزربه، عطيت هذاك الشيء في يديها، خداتو هكا وكتحل وكتاكد شافت هذاك الشيء، يتشدهم هكا طواتهم ويتقول لي هانتي فدوى، يلا دوري وغديري تمي، غدا كتخطوي برجلك، غديري واحد سبعه الخطوات وعاده وقفي. وما عقلتش شنو مازال كتقول، وتسيري غتكملي على الطريق، وكتنحت ليا هكا الطريق كيفاش غادي نسيت. انا بحال شي غوبو اللي كيتلقى الاوامر بحال هكاك، كنشوف في وجهها وبحال مستوعباش، ما عرفاش شنو واقع ليا. السيده اللي اخرى اللي معاها دغيا تشادو بيديهم وداروا مع الدوره بالزربه. انا درت كنسمع الخطوات ديالهم راه غاديين، درت وغادا كنخطوي هكا بشويه بشويه، ما استوعيتش. انا راه بقيت غاده في الطريق ديالي، ملي هكا ضرباتني الفيقه من ديك القلبه، تكلقى راسي راني وصلت، راني درت واحد المسافه عاد فقط، ما جيت فيت، بديت كنفكر روح عرفت راسي شنو درت، وكنتلفت هكا وهكا وهكا، ما لقيتهمش، ما بانش ليهم الاثر نهائيا، ما كاينش الاثر ديالهم. وعاد بحال شديتيني وطرشتيني من هنا ومن هنا، سخفت جلست الارض، بقيت مصدومه، ما قادره لا نهضر لا نغوت لا نبكي، ما عرفتش شنو غادي ندير في ديك اللحظه. قفرتها، كنقول قفرتها، ناري جات وحده ودارتها بيا، انا زعما انا الواعيه القاريه اللي عارفه، وجات وحده ودارتها بيا، ولكن راه ما عقلتش، ما عرفتش راسي اشنو هذاك الشيء اللي وقع. انا شحال من مره كنسمع على هاد الطرق هادي، على شي ناس نصبوا عليهم شي طريقه ما عرفوش، على هاد النصب كما كيقولوا ليهم بالسماوي، ولكن باش يوقع لي انا ويتنصب عليا عمري ما توقعت. الدوليه ديك 6 المليون كامله زائد الذهب اللي داوه تقريبا 2 المليون ديال الذهب، نقولوا هي 8 المليون كامله داوها ليا في لحظه اللي فقدت فيها الشعور، فقدت فيها الاحساس، فقدت فيها السيطره على نفسي. في ديك اللحظه طلعت كنجري للدار، عيط لراجلي كنقول ليه عتقني، راه نصبوا عليا واحد الناس، راه تنصب عليا، عتقني راه مشاو ليا الفلوس. وما فهمش شنو وقع، هو كيتخيل راه شي شفاره دخلوا عليا للدار ولا جا كيجري. ملي كنعاود ليه ما تيقنيش داكشي، مبغاش يدخل ليه لراسو، ما بغاش انا بصدومه في واحد المشكله، وكنحس براسي راني تحقرت، راني تقولبت بهذا المعنى هذا. وكنشوف راجلي ما تيقنيش، كيقول لي ويلي واش وصلت لهاد الدرجه، المراه كتهضر معاك وتقول لك جيبي ليا الذهب وجيبي ليا الفلوس وتديهم لي، لا لا هذا ما يمكنش. فديك اللحظه بحال زدت صدمت من واحد جهه واحده اخرى، ما قدرتش تيقني، ما صدقنيش، كيحسسني بحال راه انا متفقه معاهم، ولا درت ليه داك القلب هكاك باش نستولى على هذوك الفلوس. والو ديك الوقت هذيك ما تقبلتش منه ديك الهضره، كنقول لي واش الوقت اللي خصك توقف معايا وتحس بيا وانا وقع لي هاد المشكله وانت كتقول لي هاد الهضره، ما بغاش تدخل ليه لراسو. في ديك اللحظه هزيت يا راجل وحطيت يا راجل، هذيك المشكل هذه كانت سبابي في الطلاق ديالي من راجلي، لانه هو ما بغاش ينساها الوقت اللي خصو يمشي معايا ديكلاري ونشوف شنو كاين اشنو واقع شنو دار. هو هز حوايجو وشاف حالات وقال لي انا ما نقدرش نبقى مع شي وحده اللي كتغدرني، اللي هكا طبعات في الفلوس ودير ليا قالب هكا باش تستولي على الفلوس. في ديك اللحظات هذه كانت هي اصعب لحظات في حياتي، لاني صدمت جوج صدمات في مره واحده، الصدمه ديال الفلوس والذهب اللي مشى ليا كيفاش تقول بواحد الطريقه اللي عمري ما توقعتها، الصدمه في راجلي الشريك ديال حياتي اللي كنا ويا نكمل انا وياه، اللي بادي انا وياه واحد المده وكنتسنى الحياه الزوجيه السعيده، وعمري ما توقعت يقع منه هذا الشيء. فاذا به عند اول مشكل كتوقع
كيتخلى عليا. وهذه كانت هي التجربة ديالي، شاركتها معاكم، كنتمنى انكم تتوعاو بحال هاد التصرفات هذه. انا وقفت لهذيك السيده احتراما ليها والسن ديالها، ولكن شوفوا هي اشنو دارت فيا. هما بالعالي كي هكا كيقدموا لك شي ناس كيسبقوهم لك، اللي اما راجل كبير او لا مرا كبيره او لا شي حد اللي كيبان لك مريض اللي غتثق فيه، اللي تقدر انك توقف وتستنط ليه. ولكن اشنو كيوقع من بعد؟ الطرق كتختلف. انا ديك اللحظه اللي حطيت يدي على كتفي هي اللحظه اللي تخدمت فيها، ما عرفتش اشنو، واش كتقرا عليك شي حاجه او لا شي طلاسيم ولا شنو كتنجم عليك، الله اعلم. هذاك الشيء ما عنديش به معرفه، ولكن هادشي اللي وقع لي وهذه هي القصه اللي شاركتها معكم.